خويا انا جايب تريبورتور ديالي من الفوق من عند اسمان تماره وحده الجامعه ديال عين عشيق، والكاميو هذا اللي جاي من هنايا مع الدوره دار واش قطع عليه الفران ولا الله اعلم ضرب ليه سلاح، هبط من الطونوبيل ركب مع واحد السيد في الطونوبيل اخرى جمع الوراق ديالو. الا مضروب واحد الضربه هنا في يده، هي اللي فيه ضربه واحده اللي في يده، يعني هو كان اصلا هابط بواحد السرعه راه كان هابط، يعني الفران كون كان غيفران غيبقى يفران يكراطي حيت هذه هابطه فهمتيني، خاصو هو يكراطي الراس واش قطع عليه الفران ربي اللي تيعلم، حيت انا هذيك الدوره اللي دار راه غيكون 1000% قطع عليه الفران، حاجه ديك الضربه اللي تضرب تما راه خير العجب، انا راني غتكون ترشي كلشي. ما خاصش شي واحد؟ لا الحمد لله، ما مع السيركيلاسيون الطريق خاويه ما متأدى حتى شي واحد، هو حفظ الله راه مرضي الوالدين تاو، هذا الشيء اللي كاين.